السلام عليكم، معكم سناء مرادي من لا ديريكسيون ابري فونت ديال لا ميزون كيا، وجيت اليوم باش نهضر لكم على لو فيلتر بولين. شنو هو الدور ديالو؟ امتى خاصنا نبدلوه؟ والا ما بدلناش اشنو غادي يوقع؟ اللي ما تيعرفوش بزاف الناس هو انه لا كليماتيزاسيون تدخل في لو سيستيم ديد على كونديكتور لا سيكوريتي باسيف، وهادشي كيعاون لو كونديكتور انه يركز في السياقه ديالو، شي اللي كيقلل من خطر الحوادث. الفيلتر ديال لا كليم تنبدلوه كل 10000 كيلومتر، وإلا ما بدلناش في الوقت ديالو، الغبرة اللي على برا تدخل لينا لداخل السيارة. وهنا لو فيلتر كلين كيلعب لينا دور ديال مصفاة الشوائب اللي كاينة في البرد باش كيوصل لينا هواء نقي. لي فيلتر اللي هضرنا عليهم في الفيديوهات السابقة مديورين باش يحميو السيارة، أما لو فيلتر بولين فهو مصوب باش يحمي مستعملين السيارة. وللتذكير كيا ماروك كتوفر على 18 نقطة صيانة في جميع أنحاء المملكة.